حلقة جديدة برحب فيكم أصدقائي المشاهدين طبعاً دايماً عبر شاشة الـNBN ومع ضيوفنا المميزين. اليوم موضوعنا مع ضيفتنا دكتور ندى سويدان أخصائية أمراض جلدية وتجميلية وجراحة الليزر. رح نحكي عن العديد من الأمور المختصة بجلد وخاصة عن أحدث التقنيات بشد بتجميل وعلاج التجاعيد. أشهر في تقنيات جديدة اللي هي الأيوفيرا اللي هي كنية عن تقنية بتأثر على العصب عن طريق التبريد. هيدول اللي هالتقنية هيدي صارت ابروفد من السي اي ومن الاف دي اي ان شاء الله قريبا لعلاج التجاعيد، انه نحن عم نعمل تلف مؤقت للعصب لفترة وجيزة بين حوالي 3 أشهر لحتى لي هالعضلة ما يعود يوصل السيجنال انه تحتى لي تتحرك. فبالتالي بيكون عندنا النتيجة انه نروح التجاعيد. واللي حلو فيها انه هي تبريد ابر، هالابر هيدي ما إلها فخت، اوكي، فبصير التبريد عن طريق النيتروس اوكسايد اللي هو غاز بيكون مضغوط بهاي، وقت يكون وقت هالغاز يكون تحت بريشر معينة بينزل على الإبرة وهالإبرة بتبرد. وقت نحن نشكها على العصب اللي نحن بدنا نعالجه فهالعصب بصير فيه اتلاف مؤقت. نعم. اوكي، واللي حلو فيه انه مثل ما قلنا انه هذا محكم اتلاف مؤقت وما بيأثر الا على العصب نفسه، يعني ما عم بيكون عم بيأثر على الانسجه اللي حول هالعصب هيدا. وزائد انه عم نحمي سطح الجلد من البروده لحتى اللي ما يصير في اي تبقعات جلديه او يصير اي اتلاف للخلايا. فاللي حلو بهالتقنية هيدي انه بتشوف النتيجة دغري، واللي حلو فيها مثل ما حكينا انه ما عندك مادة عم تتسرب على عضلات نحن ما بدنا، نحن عارفين هالعصب عم بيغذي هالعضلة هاي. وهلأ فينا كمان اللي حلو انه في آلة تاني ما جبتها معي فيك انت تحطيها وتشوفي العضلة هي وعم تحرك، فانت بتضربي بالضبط العضلة اللي انت بدك اياها. بما انه ذكرنا لون الجلد كمان هالتقنية، هل بتتأثر بلون الجلد ولا بتمشي على كل الانواع؟ لا، الايوفير ما بيتأثر ابدا ابدا بلون البشرة، فيك تستعمليها عند البيض السمر والى اخره، بالاخص مثل ما سبق وحكينا انه في عندك جزء من المكنه من التب هيدا بيحمي لك جلدي حراره الجلدي، فبالتالي ما بتخافي من اي مشكل على. نعم. وبما انه كان سؤال اخير نسالك عن مده العلاج بهالتقنيه، تقنيه التبريد طبعا، يعني احنا سمعنا انه قلتي لنا بتشكي على العصب لفتره 2 دقيقة، ولكن هل او تقريبا اقل، هل هالشيء يعني يمكن اشخاص بفكروا انه حيفوتوا 2 دقيقة ويطلعوا ولا لا بينشك بكذا محل؟ بنعمل حوالي 4 لـ5 شكات هون و4 لـ5 شكات بهذه المنطقه. اوكي، هلا ولحتى نكون وثقين من انه عم نعالج مزبوط، بنحدد قبل ما نعمل هالتقنيه هاي بآله ثانيه وين العضله عم تشتغل اكثر شيء، وهذا اللي بياخذ وقت، انه بنرسم المنطقه اللي بدنا نعالجها، اوكي، ومن من 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 نقط وين المنطقه اللي بدنا نشك فيها الابر ونعمل ابر. يعني هي العلاج مثل ما تفضلتي كل شكه اقل من 2 دقيقة، ولكن اللي بياخذ وقت هو لحتى لي نرسم نحدد مكان الافضل مكان للعصب، لانه العصب مش انه عصب واحد وعم بيعطي هي مثل الاصابع، بتكون بيجي العصب بيكون مثل الاصابع عم بيمتد، فهل كل منطقه بدنا نعمل لها عده ضربات لحتى لي ناكد انه نحصل على النتيجه الممتازه اللي هي حوالي 3 لـ5 شكات هون و3 لـ5 شكات بالمنطقه الثانيه. لكن بدي اتشكر كثير دكتور ندى وبدي اتشكر حضورك معنا، ونحن كثير انبسطنا فيك واجوبتك كانت كثير مفيده لكل الاشخاص طبعا. تسلم لك. شكرا.